قالوا ست لو مهم جدا موضوع العمر السني، موضوع ان باسم السواق هو قائد الخليه واللي تحتيه طالب الهندسه، فعندهم فكره القياده والسمع والطاعه ما لهاش علاقه بالمستوى الثقافي بهذا الشكل. النقطه المهمه ان هو تنظيمات عملت تراكم معرفي، ما هو دي المشكله. اول حاجه عملوا تراكم معرفي، انت بتتكلم عن حرب العصابات بتاع البقشيري وبتاع أبوبكر ناجي اللي هو اداره التوحش، كتب بداوا يشرحوا الاستراتيجيات الامنيه وازاي التعامل معاها، ووصلوا لفكره وغسيل المخ يعني انت بتتكلمي لشباب في العمر ده، بتتكلمي من ثلاث عقود من التراكم المعرفي. يعني هم حصل عندهم تراكم معرفي، وحصل مشكله جامده جدا ان هم الافكار الجديده ان هو ما يعملش خليه كبيره. يعني كان زمان ايام ست خليه صغيره بس عدد كبير، ايام ست اللواء كانوا يمسكوا مثلا واحد من بني مزار يكر بني مزار كلها، ايوه من البداري يكر البداري ايه كلها. المشكله المجموعات دي اللي بيسموهم الربعويه بداوا يعملوا حاجه اسمها تجاوز للجغرافيا، بمعنى اصح ان هم اجتمعوا في ربعه، فممكن تلاقي واحد من كفر الشيخ، واحد من اسكندريه، واحد من الصعيد، واحد من الجيزه، وما يعرفش تاريخ حياته. وهو بيقول له ما تحاولش تعرف معلومات عنه، انت تعرفه اسمه الحركي، ما عارفه باسم الحركي فعلا. فبحيث انت لو حتى وقع تحت التحقيقات، لانه عارفين انه احتمال ان واحد يقع تحت التحقيقات، هيروح قايل لك ابو حمزه وابو بكر وابو دجانه وابو ما اعرفش ايه وابو مازن. طب مين ابو مازن ده؟ منين؟ ما يعرفش. وهم بيطلبوه منهم ما يحاولش يعرف معلومات عن بقيه افراد الخليه، بحيث فعلا لو وقع واحد تفاجئ انت امام مجموعه من الاسماء الحركيه مش عارف توصل لها. النقطه الثانيه التكنولوجيا والسي فور والحاجات الحديثه وقدرتهم على ده، اللي بقى بيخوفني فكره السن الصغير اللي اتجنت في 2011، ان حصل قدره على التجنيد في هذه الفتره السنيه، لان دي الفتره العمريه اللي بيكون فيه العاطفه وفيه الانفعال. ما انا عشان كده كنت لسه ما قلتش على فكره الكنائس كنيسه القديسين، وما اعرفش مش القديسين، الكنائس اللي حصلت بعديها كلها شباب 20 18، المستشار بركات كلهم طلبه، مش عارف كلهم طلبه. فانت بتتكلمي عن هم استطاعوا عامل حاله تسوير الغضب لدى هؤلاء الشباب تحت مسميات الدين والفرقه الناجيه. اللي يخليه ايه يا استاذ سامح مهما كان ده، ان هو يضيع مستقبله. بقول لحضرتك ده في طلبه في كليات يعني قدامهم مستقبل، ده المفروض كان يبقى مهندس. ما هو المشكله ان انتوا مش قادرين تعرفوا، علشان برضو مش قادرين نعرف ان هم للاسف الشديد عملوا منظومه فكريه متكامله. داعش منزله 60 كتاب، منهم كتاب 1000 صفحه بيجيب لك الايه ويأولها ويفسرها من وجهه نظره، ويجيب لك اراء لابن تيميه واراء لسيد قطب واراء، يعني هو عنده تكامل في شرح الفكره. وانت بتتكلمي عن من 28، يعني بديع ده من الستينات طبعا. يعني كان في التنظيم من الستينات، وعندهم لسه ناس من جيل البنا، كل ده توارث افكار بيورثوها وبيضخموها لغايه ما وصل للمنتج الاخير اللي هو بتاع الداعش، اللي هو الموجه السابعه للارهاب. مظبوط. مش الموجه الاولى. فالموجه الاولى والثانيه والثالثه عمالين يعملوا تراكم على مستوى الفقه والتشريع من وجهه نظرهم، او تاويلات الايات وتاويلات الاحاديث، فبيقدم له منظومه فكريه عقائديه مقنعه لمثل هذا السن في ظل حاله ان هو معبر. يسفروهم ويعلموهم يعملوا القنابل ازاي. هل احنا بقى عملنا مواجهه فكريه وعقائديه؟ لا، للاسف الشديد الكلام اللي بيقدمه حتى خطباء المساجد كلام مرسل. ان الاسلام التسامح، هو التاني بيقدم له ايه وحديث وتفسير ورأي وفيديو وفيلم، لان المشكله وبيقدم له كل حاجه. المشكله الكبيره ان في منتج تدين صنع في ظل الدوله الامويه والعباسيه يمشي مع الافكار دي. بمعنى ايه؟ بمعنى هذه الدوله دوله امبراطوريه وعايزه تتوسع، فمن مصلحتها تاسس لفقه جهاد الطلب ونشر كلمه الله، لانه عايز ناس يحاربوا بره بالزبط. وما يكلفوش كتير، ويكون عندهم استعداد للموت. فالمنظومه دي مش صناعه حسن بنا بس، مش عايز اقول لك المنظومه دي صناعه القرن الثاني والثالث الهجري، ولذلك بيؤيدها اقوال الفقهاء وبيقللها تفاسير. مش عايز اقول لك التفاسير كلها الموجوده ماشيه في سكه جهاد الطلب، وماشيه في سكه دهش قولا واحدا. الوحيد اللي خرج عن السياق وعمل يعمل تفسير مختلف محمد عبده، لا يدرس حتى الازهر. وليه لا يدرس؟ عن عمد يعني؟ هم معتبره متغرب ويعني الازهر يا فندم. انا بسمع كلام في الفيديوهات اللي هو قتلهم حلال، اللي هم احنا يعني والامن وكل قتلهم حلال وقتلنا احنا حرام.
حضرتك فاهم. وبعدين الولد وهو بيحكي دلوقتي الشاب ده ما قالش مثلا ايه اتنين يعني، هو ما قالش طبعا الكلام احنا بنقول ان هم استشهدوا، هم كانوا شهداء واجب اللي كانوا في الموقف، قال لك مات اتنين من اللي كانوا موجودين. انا الكلام برضو بيستوقفني، هو يعني عقله مش فيه اساسا. حسن البنا كان هو بيكلم افراده كان دايما يجيب كل الايات اللي لها علاقه باولياء الله، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بيتنوا يعبأ بهذه الايات القرانيه بحيث يشعر ان هم اولياء الله، ان هم مميزين عن الاخرين، ان هم حزب الله والباقين هم حزب الشيطان. هذه الافكار بيتم ترسيخها للاسف الشديد بتاويل النصوص الدينيه وبكلام موجود في التفاسير وبكلام موجود مدخل على السنه النبويه واحاديث موضوعه ومؤوله بهذا الشكل. ما هو الرده جايه منين؟ ما هو من قول منسوب للنبوه، وقتل الكفار منسوب للنبوه، والتكفير منسوب مدعم باقوال من جرائم في حق الدين الاسلامي. فاذا بيقول له قال الرسول كذا، قال الرسول من بدل دينه فاقتلوه. طب مين بدل دينه ده؟ في مين اللي كافر؟ يبدا يقول له مين اللي كافر وكفر لفظه. في منظومه كامله مش صناعه العصر الحالي. ولذلك عشان تجديد الفكر الديني اللي قاله الرئيس السيسي مهم جدا، موضوع كبير، وللاسف الشديد ما زلنا بنتعامل معاه بتجاهل، والموضوع مش سهل. لا، عندهم منظومه فكريه، عندهم 60 كتاب منظمين نفسهم 1000 صفحه مدعم بتفسيرات اوقات وتفسيرها. يعني سياده اللواء والاستاذ سامح بيتكلم، انا عماله افتكر الولاد الصغيرين ابناء الشهداء، عماله افتكر شكلهم وحالتهم يعني ان هم كانوا فقدوا ابائهم يا فندم. انا عماله افتكر وده بيحصل، الشكل والكلام اللي انا بسمعه اللي بيوجع قلبنا، وهم الولاد ايه يعني، حتى المنو يقول لك لا مش عارف ابوه مين. انا مش قادره اتخيل ان احنا لسه لحد هذه اللحظه لا نتصدى لمثل هذه الافكار اللي بتشوه شكلنا، بتشوه ديننا، بتشوه شخصيتنا، وبتشوه رموزنا يا فندم. يعني شيء صعب ده جدا. اوروبا اليمين طلع بسبب التطرف الديني اللي حصل. الايه؟ يعني اليمين في اوروبا بدا ياخد اصوات تصل ل 30% في فرنسا و 40% بسبب ان اصبح سمعه الاسلام سيئه، بقى يخافوا المسلم. يعني تخيل يبقى مسلم يبقى مسلم طبيعي او داخل في مخدرات يطلع يتاثر بواحد يروح دهس الناس بعربيه مدنيين تحت مسمى الجهاد او تحت مسمى كذا. فالاوروبيين ربما في جزء عندهم من العذر بسبب انهم بيشوفوا هذه التصرفات اللي بتنسب خطا للدين. احنا الغلطانين مش كده؟ شوفي احنا الغلطانين.